إذا مات أحد عندنا نأتي بالخطيب يقرأ القرآن لمدة 5 أيام، وبعدها نذبح ذبيحة ونفرقها على الناس، وهذه عادة وجدناها وسرنا عليها. ما حكم هذا العمل يا فضيلة الشيخ بارك الله فيكم؟ هذا ليس عادة وإنما هو بدعة، فاستئجار المقري 5 أيام يقرأ بعد وفاة المريض هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. وديننا الحنيف وشرعنا المطهر بين لنا ما يعمل بالميت. الميت يجهز بالتغسيل والتكفين ويصلى عليه ويدفن ويدعى له ويترحم عليه ويتصدق عنه ويضحى عنه في وقت الأضحية، هذا ما يشرع في حق الميت. أما أن نستأجر قارئا يقرأ القرآن أياما معينة ونذبح ذبيحة في ختامها، كل هذا من الآثار والأغلال ومن البدع والخرافات، وهذه لا تنفع الحي ولا الميت، وإنما هي من الأعمال الضارة والأعمال البدعية. وأي أجر يأتي من قراءة مستأجر؟ لأن هذا القارئ لا يقرأ طمعا في ثواب القراءة، وإنما يطمع يقرأ طمعا في الأجر الذي يدفع له، الأجر العاجل. والعبادات لا يؤخذ عليها أجور، قراءة القرآن من أعظم العبادات إذا كان قصد القارئ بذلك التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أما إذا قصد طمع الدنيا بقراءته فإن عمله هذا باطل ولا ثواب له. فأي شيء يحصل للميت من الأجر والقارئ ليس له بذلك أجر بسبب أنه يقرأ لأجل طمع الدنيا، هذا كله من البدع والخرافات ومن إضاعة المال بالباطل. نعم، بارك الله فيكم.